يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطعن في العرض والشرف يعتبر من أمور الدين بحيث إنه يجوز أن أهجر من طعن في عرضي أكثر من 3 أيام؟ نعم، إذا كان إنه كذاب ومفتري فعليك أن تهجره، لأن هذا من الكذب والافتراء، وهذا معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يتعلق بحقك أيضا. نعم.